موجودين النهارده عشان نقول شكرا لكل الفنانين اللي بيعملوا مسلسلات فيها ابداع فني، لكن كمان فيها بتوضح مبادئ حقوق الانسان، بتعمل وعي بالمشاكل اللي او ما يواجه التحديات اللي بتواجه حقوق الانسان. نوعيه المسلسلات دي احنا محتاجينها اكتر، لانه مش كفايه اننا نغير التشريعات، مش كفايه اننا الجهاز التنفيذي يحاول انه يعمل حاجه على الارض، لكن لازم المجتمع نفسه يكون على وعي وعايز يعمل تغيير. سعيد جدا طبعا بتكريم اللجنة الثقافية والفنية لحقوق الإنسان لمسلسل رسالة الإمام، وعلى دور ابن الحكم اللي أنا قدمته في المسلسل. سعيد إن هو كمان مسلسل يحمل في طياته رسائل كتيرة جدا مهمة، بتخلق جدل ما بين المشاهد وما بين الكتب في المراجع، ان هو يبحث ويدور ويشوف مقولات الامام، مين الامام مالك، مين الامام الليث بن سعد، الاحداث اللي حصلت دي حقيقية ولا لأ. ردود افعال رائعة جدا، الناس حبت المسلسل واهتمت فيه، كانت المنافسة شديدة في رمضان، بس عملة نادرة كان يعني من المسلسلات المتابعة جدا، والناس اهتمت فيها واهتمت بحكايتها والرسالة اللي حملها المسلسل.